السلام عليكم مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم وصفتنا محشي فليفلة بزيت، شغلة مختلفة وطيبة كتير، أتوقع تصير من وصفاتكم الدائمة. لو أول مرة تزوروا القناة لا تنسوا الاشتراك ودعمي بمشاركة والضغط على زر اللايك. مقاديرنا 12 حبة فليفلة ملونين، 3 أكواب رز، 3 سنون توم، بصلة حجم وسط مفرومة ناعم، 4 ملاعق طعام دبس بندورة، ربع كوب لوز، نص كوب بقدونس ونعناع أخضر، نص كوب زيت زيتون، ملعقة ونص فلفل أسود، 3 ملاعق صغار ملح. بضيف رشة ملح للرز، بصب عليه مي سخنة أو فاترة، بتركه 5 دقايق، بعدين بغسله، بصفي منه المي. 3 أكواب من كوب البيت العادي يساوي 570 غرام. بحفر حبات الفليفلة بالسكين بهذا الشكل، هاي الفتحة صغيرة بس الشكل النهائي بيطلع رائع. بقص هاي الزيادة وبترك هذا الترس لأنه رح استعمله بعد الحشي. بنظف الفليفلة من البزر والعروق. في ناس بقصوا الفتحة كبيرة، سألتهم ليش، قال هيك التنظيف أسرع وأسهل. بصب الزيت بطنجرة صغيرة، بنزل البصل وبفرده عن بعضه بهذا الشكل لأنه بيكون متلاصق. بعد ما يحمى الزيت بنزل الثوم، بطحنه مباشرة أو بالهون. طبعا الفليفلة مو شرط تكون ألوان، على حسب المتوفر. وبخبر الموجودين في تركيا، الفليفلة الصفراء توفرت بالبيم وبسعر رخيص. اللوز نشفته بالفرن بعدين طحنته، إذا رطب ما بنطحن بالهوان، نطحنه بالخلاط. وممكن نستبدله فستق سوداني، هي عبارة عن إضافة جديدة وظريفة. بتابع التقليب لوقت يتغير لون البصل. بهالوقت ريحة المطبخ كتير ذكية، أخ مو بس المطبخ، يمكن الريحة وصلت للحارة التانية. بخفف النار وبنزل الرز وبحمصه معه شوي لوقت يصير لون واحد. بضيف ملعقة كبيرة دبس بندورة، بتابع التقليب كمان ليتوحد اللون يصير لون واحد. طبعا أنا بسرع وبقص بالفيديو مشان ما يصير ممل ويسحب معنا ربع ساعة. هلا بطفي النار، بضيف ملعقة ملح ونص ملعقة فلفل أسود أو بهار حلبي إذا موجود. أنا رح استعمل فلفل أسود خشن، طعمه طيب وشكله بيكون ظاهر. بضيف النعناع والبقدونس وبقلبهم شوي ليتوزعوا منيح. هلا راح احشي الفليفلة مقدار 3/4 وراح اترك ربع فاضي. على كف ايدي بدقها بهذا الشكل، واذا الحشوة ناقصة شوي بزود عليها، واذا كتيرة بنقص منها. بهالمقدار بيطلعوا كلن الرز مفلفل وبشهي. ما بترك الحشوة على الاطراف، بمسحها قبل ما احطها بالطنجرة، وهيك لأخلص حشي. هذا الدبس اللي زاد عندي بضيف عليه معلقتين ملح، وإذا بدكن الملح ظاهر ضيفوا نص معلقة زيادة، معلقة فلفل أسود أو بهار حلبي، واخلطهم مع بعض. ممكن أضيف عليه شوية مي لسهولة الخلط. بنزل الدبس بالطنجرة بمكان فاضي، وبعودة أسنان بعمل ثقب أو ثقبين بأسفل الفليفلة مشان المحشي يشرب الحمض من تحت، وما نضطر نكتر الحمض لأنه على الأغلب راح ينرمى بعد ما يخلص المحشي.
بسكر الفليفلة بهذا الشكل، بعدين بضيف المي لمستوى الفليفلة وما في داعي أغمرهم زيادة. بحط الطنجرة على النار لوقت تغلي، بعدين بخفف النار بعير عليها 35 دقيقة، العيار طبعا من بعد الغليان. وإذا في تقلة محشي خفيفة استعملوها، وإذا ما في ما في داعي للتقلة. بعدين بطفي النار، بصفي الحمض، بتركه 10 دقايق يتهدى، وقدمه بالشكل اللي بدكن إياه. رح تاكلوا محشي مفلفل بنكهة طيبة ومختلفة، وبنفس الوقت ولا وحدة مفسخة. بنصحكن جربوه، بيستاهل التجربة. وصحتين وعافية، وإلى اللقاء مع فيديو جديد.